طيب كابتن ياسر، من وجهة نظر حضرتك بتشوف ان نادي الزمالك ايه الشكل اللي ممكن يعتمد عليه برضو بكره ان شاء الله امام رينجرز؟ يعني اعتقد برضو اللي كابتن علاك اتكلم فيهم هو مش هيطلعوا من المجموعه اللي هو قال عليها. يعني هو ده الشكل اللي كابتن محمد حلمي بيلعب بيه، واعتقد ان لعيبه نادي الزمالك عارفين ان دي بطوله ثانيه. يعني هو يعني المفروض، وده اكيد اللي الكابتن اسماعيل يوسف والكابتن محمد حلمي اتكلموا فيها، اللي دي بطوله ثانيه، بطوله خلاص. انا زي ما احنا بنقول كده، في بطوله بنقفل عليها. هو الزمالك اخر حاجه خد بطوله السوبر، اكيد قفل عليها، دخل في بطوله الدوري. يعني ايا كان كنا بنتكلم في حته اعتراض على التحكيم او ليهم وجهه نظر، لكن انا اعتقد المفروض لعيب الكوره يتفرغ تماما. عنده ماتش بكره، واعتقد ماتش النهارده النادي الاهلي هم اتفرجوا عليه كويس. وده برده بيديله اللي، خلي بالك، الفرق الافريقيه مش زي زمان. الفرق الافريقيه كمان فرصتها ما بيجي يلعب على ملعبك بيبقى عايز يطلع باقل الخسائر. فلعيبه نادي الزمالك المفروض والطبيعي اللي هو بيلعب بالطريقه، مش هنقول برضه هكلمهم اذا كنت بكلم لعيبه النادي الاهلي، ما ينفعش انزل العب بالتسرع والسربعه اللي انا اللي احنا بنبقى احنا شايفينها. لا، في وقت من الوقت انا ممكن، على فكره يعني انا بشوف في اوقات ماتشات من الماتشات، يبقى ناس دي بتفرج على ماتشات اوروبا، الاقيهم بيحضروا الطريقه العاديه وعنده دقيقه. مفيش الكره اللي عندنا احنا، اول ما يقولوا دقيقتين ثلاثه تلاقي علق. وتلاقي على فكره انت كده بتسال على الفرقه الثانيه، سال على المدافعين جدا. انت اسهل حاجه المدافع ان انت هو يطلعها. لكن انت لما بتيجي تحضر، فانا ماتش زي ده، ماتش النادي الاهلي المفروض قدامهم، يعني مش بنقول مثال، لا، النادي الاهلي عارف اللي ان شاء الله باذن الله الماتشات دي قابلناها منها كتير قوي. ومعدن اللاعب، بقول لك معدن اللاعب المصري بيبان، صح، بيبان خاصة في الماتش. لكن ماتش النادي الزمالك زي ما احنا قلنا، الماتش على النادي الاهلي صعب جدا، ماتش بكره برضه صعب على الزمالك. مع الفرق، انا قلت لك في التطوير، يعني الفرق اللي هي زي فرق نيجيريا، في فرق ممكن ما قلقش منها، لكن فرق جنوب افريقيا لا، كل سنه تلاعبهم هتلاقي عندهم الجديد، صحيح، بتحسنوا كمان. بالزبط. عندهم كره حلوه برضه. لا ننسى ان نادي الزمالك هو وصيف البطوله دي، يعني برضه ده داخل، وهو في تركيز كبير جدا من كل الفرق اللي هتلاعبه. قول لي كده برضو من وجهه نظر كابتن علاء، مين التشكيله اللي هيعتمد عليها كابتن؟ قلت لك ابراهيم برضو، قول لي هو كابتن حلمي طبعا، يمكن مش هنختلف جدا، يعني ممكن عاد برضو عايز يهاجم. جنش ولا الشناوي؟ الشناوي طبعا، مش طبعا يعني الشناوي عشان الماتش الاخير بس بتاع المخاصه. هو ماشيينه ايه؟ ماشيينه اللي الفايق وكويس واللي ماشي بشكل، زي ما قلت لك قبل كده، يعني جنش خد كاس السوبر، اشتغل الماتشات اللي بعديها على طول، يمكن وقع ماتش اللي خسرناه الانتاج راح لعب على طول الشناوي. لا، كانوا واخدين قرار ان جنش يلعب بعد كده الماتشين او ماتشين، وكابتن امام كان مظبطها يعني مع كابتن حلمي. الماتش الاخير كان يعني يمكن كان جون برده، مع انه ما كانش وحش جنش، هيدي له الشناوي برده عشان مش عشان انت عندك جونين كبار ابراهيم. الشناوي وجنش من الجونين الكبار، من احسن الجون في مصر دلوقتي، ما فيهاش اختلاف. فطبعا مش عايز احط ده عند ده، لازم ياخد، لازم يشتغل، بس في استمراريه في اللعب، في استمراريه في الفوز، اللي بيشتغل بشكل كويس اللي يقدم. يمكن الشناوي اتكلم على فتوح الباك ليفت، من اللعيبه كويسه جدا اللي ادى بشكل كويس الماتش الاولاني، ابراهيم محمد منتخب، علي جابر، اسلام جبال، اسامه ابراهيم. كابتن حلمي طبعا ممكن احتمال كبير يلعب بالفندرين، ما لعبش الثلاثه. انت برضه عايز تكسب الماتش على ارضك، عايزين نكسب بشكل كويس بنتيجه كويسه، تقدر هناك تريحنا في الماتش اللي موجود هناك. هيلعب بالثلاثه، ما فيش اختلاف عليه. طبعا مصطفى الفتره الاخيره ماشي بشكل كويس، ايمن من الحل من الحلول الفرديه اللي عملنا طفره الفتره الاخيره. ايمن فايق بسم الله ما شاء الله، يعني حتى بعد ما جينا من الصور بسم الله مش عامل ماتشات كويسه، يمكن ثلاث اربع ماتشات جايب لك اجوان مؤثره، منهم ماتش الجيش والماتش اللي بعديه في ستانلي. في بس كنت حابب ان ستانلي يريح شويه، بينزل ستانلي من اللعيبه ليه؟ اولا ستانلي بقى له فتره طويله جدا بيبدا، وممكن بالبدايه مش عايز اقول مش موفق، يمكن ستانلي بيحتاج مساحات اكتر، الفرقه ما بتدكش مساحات ابراهيم دايما في اول الماتش، حتى الشوط الاولاني ما بيدوش مساحات ان اللعيبه السرعات قافلين. الشوط الثاني يمكن حتى زي ما قلت لك قبل كده ما جيت معاك في البرنامج، يمكن ستانلي في دجله كان اكتر ماتشاته كلها بينزل الشوط الثاني. انت برضه بينزل الشوط الثاني، يمكن بيعمل خلخله بسرعاته بشغله الناس اللي موجوده. وانت عندك من اللعيبه اللي تقدر تعمل معاه كده، عندك محمد ابراهيم بيعملها كويس، شيكابالا بيعملها كويس، ايمن بيديله كورات في حتت كويسه. لو حطيته في اول الماتش زي الماتشات اللي فاتت كلها تحرقه، نزله شوط تاني، ايه المشكله؟ العب بباول بفلوديين في ماتش زي ده، ممكن احط محمد ابراهيم، عندي اوراق كتير جدا موجوده بره، يمكن ده تفرق معايا. كابتن حلمي عنده مجموعه كبيره جدا من الفرقه، الحلول الفرديه مش حل لوحده، ممكن الفرقه تيجي تكتل لك ورا مش هتبقى حل، لازم نشتغل بنظام وبالتزام من الناس اللي ورا عشان ما يجيش فينا جون تبقى مشكله. انا شايف ماتش بكره ماتش صعب، في نفس الوقت ماتش سهل لو اللعيبه خدته. ما فيش ماتش سهل، يعني ما فيش ماتش في الكوره احيانا انت بتسهل، يعني تسهل الماتش على نفسك بالتزامك في الملعب ابراهيم. لو انت ملتزم كلاعب في الملعب،
وبتعمل اللي عليك. على فكره ممكن ما بتجريش كتير جدا وتبقى شكلك كويس في الملعب وبتكسب في الملعب بالتزامك وانضباطك اللي موجود، تطلع ما بتعرقش بس عملت اللي عليك. على عكس ما بتشتغل حلول فرديه لوحدك واعتمدت ان ايمن هيكسبني واعتمدت ان محمد ابراهيم هيكسبني، هتبقى مشكله. دي اوحش حاجه في الزمالك، دي اوحش حاجه في الزمالك. خلي بالك بتاخدم على فتره طويله جدا اللعيبه اللي هي المهاريه هي اللي بترجح الفرقه بتاعت نادي الزمالك. النهارده لو مسكت اللعيبه دي ما انت وين؟ ما الفرقه هتقع. ماتش المخصص الاخير ادينا بشكل كويس بصراحه، ده الفرق الجوهري قوي ما بين الاهلي وما بين الزمالك في طريقه هو ده اللعب. شغل الجماعي والشغل الفردي بيشتغل عليه، فرقه جماعيه الشغل الجماعي والشغل الفردي. الزمالك بيلعب فردي اكتر ومتاخده بقى لها فتره طويله جدا، يمكن السنه الوحيده اللي اشتغلنا فيها بنظام شويه التزام شويه طبعا. حاسب طبعا هي دي كانت فرقه، يمكن كان لمكان اللعيبه كانت مصدقه المدرب الموجود اشتغل معاه بيقدم معاه بشكل كويس، اللعيبه كانت بتخاف منه.